Hello and welcome to the news from Bahrain International. I'm Samer Ajawi. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, the Supreme Leader, patronized the celebration of Commemoration Day, which was held at Sakhir Palace in the presence of His Royal Highness Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, Crown Prince and Deputy Supreme Commander, and President Council of Ministers. Upon his arrival, His Majesty the King was welcomed by the BDF Commander-in-Chief, Marshal Sheikh Khalifa bin Ahmed Al Khalifa, National Guard Commander, Lieutenant General Sheikh Mohammed bin Isa Al Khalifa, and the Minister of the Interior, Lieutenant General Sheikh Rashid bin Abdullah Al Khalifa, and other senior officials. يصل الموكب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى أيده الله ورعاه ترافقه كوكبة من الخيالة إلى موقع الاحتفال في قصر الصخير العامر.
حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، سلام. قف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. طابور. هاي. وقد أطلقت المدفعية الآن طلقة واحدة لإعلان دقيقة صمت، وستنتهي دقيقة الصمت مع الطلقة الأخرى ليتبعها عزف اللحن الأخير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. بمناسبة يوم الشهيد نرفع أكف الضراعة إلى المولى العلي القدير، داعين لشهدائنا الأبرار ماضياً وحاضراً في مملكتنا الغالية البحرين، وللشهداء جميعاً بالرحمة والمغفرة ودخول الجنان، ونقول: اللهم ارحم أرواحاً صعدت إليك ولم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء. اللهم أبدل شهداءنا الأبرار داراً خيراً من دارهم، وارحمهم واغفر لهم، وتجاوز عن سيئاتهم، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وأسكنهم فسيح جناتك، وبشرهم بقولك: كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم ألهم آباءهم وأمهاتهم وأهلهم وأولادهم ومحبيهم الصبر والسلوان. اللهم واجمعهم معهم في جناتك جنات النعيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في وطننا البحرين وفي خليجنا، واجعل هذا البلد العزيز آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا ملكنا حمد بن عيسى لما تحب وترضى. اللهم احفظه وارزقه بركةً في العمر ونورًا في القلب ورضًا في النفس وصحةً وعافيةً في البدن، وأطل في عمره وتوله بعنايتك ورعايتك، وأصلح أولاده وذريته يا سميع الدعاء. اللهم أقر عينه بتآلف قلوبنا، واجعلنا له جنوداً في الحق وعوناً للخير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستودعك وطننا وخليجنا، ونستودعك جنودنا البواسل وجنودنا المرابطين الذين يحاربون عدوك وعدوهم. اللهم احفظهم براً وبحراً وجواً، وانصرهم على الطاغين الباغين المعتدين. اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم، وأنزل سكينتك عليهم واحفظهم في كل مكان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقرأ الآن سورة الفاتحة على أرواح شهدائنا الأبرار، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذه الساعة ساعة إجابة وقبول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرف جواز تفتيش تي. يتوجه سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك أيده الله ورعاه في هذه اللحظات إلى صرح الشهيد
ليسقي فسيلة النخل رمز الحياة الدائمة، ويمر من أمام اللوحة التذكارية التي دون عليها أسماء المواقع والمعارك التي خاضتها البحرين دفاعاً عن عروبتها وسيادتها. On this occasion, His Majesty the King, the Supreme Leader, made a statement in which he expressed pleasure to celebrate the memory of Commemorations Day on a glorious occasion, to commemorate and honor all the brave and righteous martyrs from the loyal men of Bahrain since the establishment of the state during the era of the first founder to the state. During the performance of their noble and honorable duty embodying the highest values of courage and redemption, His Majesty continued to state that the 17th of December of every year will remain a great occasion in our national march, filled with pride and honor for the brave sons of Bahrain who were martyred inside and outside the homeland in support of truth and the establishment of justice, and in the defense of security and sovereignty of our homelands, confronting terrorism and extending a helping hand and relief. In a statement, His Majesty the King indicated that extending a helping hand and relief to our brothers based on the principles of our true religion and Bahraini values is a reflection of Commemoration Day. They wrote the most wonderful meanings of heroism and giving, following the approach of our honorable fathers and grandfathers who built the victorious civilizational path on their exploits. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa yesterday patronized the National Day celebration in As-Sakhir Palace in the presence of His Royal Highness the Crown Prince and Prime Minister Prince Salman bin Hamad Al Khalifa in commemoration of the establishment of the modern state of Bahrain as an Arab and Muslim state founded by Ahmed Al Fatih in 1783 and the anniversary of His Majesty the King's accession to the throne.
At the beginning of the celebration, 21 shots were fired and the national anthem was played. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو أصحاب المعالي والسعادة، أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. خير ما نبدأ به تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إن
إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور صدق الله العظيم. بارك. Then His Majesty the King gave the following speech. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب السمو والمعالي والسعادة الحضور الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بجمعكم الطيب أجمل ترحيب، ويسعدنا أن نتوجه للجميع بخالص التهاني في ذكرى أعياد الوطن المجيدة، داعين الله سبحانه أن يعيد على أسرتنا البحرينية الواحدة بمزيد من الرخاء والطمأنينة والتقدم تحت لواء الدولة الوطنية التي تشكل كيانها العربي الإسلامي قبل أكثر من قرنين من الزمان، وحفلت عهودها على مر عصورها بالبناء الحضاري وبالتقدم الإنساني القائم على مد جسور السلام وإرساء الأمن والاستقرار، والذي حفظ أفضل جوانب ما يميزنا دون إخلال بالحقوق التاريخية والقانونية الثابتة لمملكتنا العريقة. الحضور الكريم في هذا اليوم المبارك يحدون الفخر بأن نكون دولة وشعبا يدا بيد، ونحن نؤدي أمانة العمل والإنتاج وأمانة الوفاء والولاء وأمانة المسؤولية والخدمة العامة وأمانة التعاون والتكاتف، لنؤدي للبحرين الغالية حقها وواجب خدمتها. وما أجدرنا هذا العام ونحن نمضي قدما بروح التجديد لفريق البحرين الواحد أن نخصص هذا الحفل المبارك للاحتفاء بأداء وعطاء كوادرنا الوطنية على الصفوف الأمامية، ومنحهم وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي نظير خدماتهم المميزة وإسهاماتهم الجليلة في مواجهة الجائحة المستجدة بظروفها الصحية الطارئة، وهم الدفعة الأولى ضمن كوادرنا المتميزة، إذ يبقى الكثيرون ممن سنحرص على تكريمهم فيما هو قادم من مناسبات. ولا يسعنا هنا إلا أن نتوجه لهم جميعاً ببالغ التقدير والاعتزاز لعطائهم ومواقفهم المشرفة ولما بذلوه من جهود جبارة وتضحيات عظيمة للعبور بالوطن إلى بر الأمان. ولا يفوتنا كذلك في مقدمة هذا التكريم أن نخص صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين ورئيس مجلس الوزراء الموقر بامتناننا العميق لجهوده الكبيرة طوال هذه الفترة الحرجة، والذي حرص خلالها على متابعة دقائق الأمور
وبمعالجة هادئة وحكيمة نشكره عليها ونهنئه على نتائجها المرموقة ونظرته الاستباقية في كل ظرف. وختاماً نبارك لكم جميعاً هذا الأداء الباهر، ونكرر الشكر لتكاتف الجميع من أجل البحرين في مثل هذه الأوقات الاستثنائية التي عمت العالم. ولا يفوتنا كذلك أن نعرب للجميع عن تقديرنا واعتزازنا بما تلقيناه من مشاعر الإخلاص ومواقف التأييد والولاء في هذه المناسبة الغالية. وكل عام والبحرين وأهلها الكرام بخير ورفعة وأمن واطمئنان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمنح وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي لأبناء البحرين الأوفياء الذين كانوا ولا يزالوا في الصفوف الأولى أثناء جائحة كورونا، والذين سطروا أروع الأمثلة في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين والعمل ليلاً ونهاراً بروح الفريق الواحد حتى أصبحت مملكة البحرين محل إشادة في المجتمع الدولي. فقد وصل عدد من شارك في خدمة الوطن من مختصين وفرق طبية ومتطوعين من أبناء البحرين الأوفياء إلى 15,811 شخصاً. يتفضل سيدي جلالة الملك بمنح الوسام سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة. Then His Majesty bestowed the Prince Salman bin Hamad for Medical Merit Medal on its recipients. سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء. الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة رئيس الحرس الوطني. سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى. سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي. معالي الشيخ خالد بن أحمد بن سلمان آل خليفة وزير الديوان الملكي. سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة. سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة. سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة. معالي السيد جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء. معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء. السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء. معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة. معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية. معالي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير المتابعة بالديوان الملكي. معالي الشيخ سلمان بن خليفة بن سلمان آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني.
سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة. سعادة السيدة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة. اللواء الدكتور الشيخ سلمان بن عطية الله الخليفة قائد مستشفى الملك حمد الجامعي. اللواء طبيب متقاعد طارق حميد عبد الحميد شفيع. سعادة الدكتور وليد خليفة المانع وكيل وزارة الصحة. الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. سعادة السيد حمد فيصل المالكي المدير العام لمكتب رئيس مجلس الوزراء. سعادة السيد محمد بن علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. اللواء الدكتور رياض ناصر العريج مدير الأمن العسكري بقوة دفاع البحرين. اللواء الدكتور فؤاد عبد القادر سعيد المدير التنفيذي لمركز محمد بن خليفة آل خليفة للقلب. العميد حسان علي المهنة مساعد مدير شؤون الضباط والأفراد بقوة دفاع البحرين. العميد الدكتور حسن محمد نور رئيس الفريق الطبي الملكي. العقيد الدكتور الشيخ فهد بن خليفة آل خليفة رئيس الأطباء رئيس قسم العظام بالمستشفى العسكري. العقيد الدكتور محمد خليفة الدوسري وزارة الداخلية. العقيد حمد محمد الخياط وزارة الداخلية. المقدم فواز ناصر الجيران وزارة الداخلية. المقدم طبيب مناف محمد القحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري. السيد حمد يعقوب المحميد رئيس غرفة العمليات مكتب رئيس مجلس الوزراء. الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية. الدكتورة جليلة السيد جواد حسن الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية. الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة في وزارة الصحة. الدكتورة نجاة محمد أبو الفتح مديرة الصحة بوزارة الصحة العامة. الدكتورة جميلة محمد السلمان عضو إرشادات منظمة الصحة العالمية لتطوير مكافحة العدوى والوقاية من كوفيد 19. السيد إبراهيم علي النواخذة أمين عام المجلس الأعلى للصحة. الدكتور نبيل أحمد العشيري رئيس الأطباء بمجمع السلمانية الطبي. الدكتور محمد علي الشعبان عضو ومنسق في المجلس الأعلى للصحة. الدكتور عمر إبراهيم الشريف ممثل لمستشفى الملك حمد الجامعي. الدكتور عادل سلمان الصياد وزارة الصحة. السيدة عائشة البلوشي ممثل عن المستريات والاستخدام الفعال للأجسام المضادة. الدكتور محمد إبراهيم أمين مركز القلب. السيدة سارة أحمد بوحجي مكتب رئيس مجلس الوزراء. المهندس منصور علي منصور القائم على خدمات الدعم في وزارة الصحة. السيد محمود أحمد المجبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظكم الله ورعاكم. سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظكم الله. أصحاب السمو
والمعالي والسعادة، السادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Then the Under Secretary of Research and Projects at the Office of the Prime Minister, the head of the Operations Room to Combat the Coronavirus, Hamad Yaqub Al-Mahmid, delivered a speech in which he greeted His Majesty the King, His Royal Highness the Crown Prince and Prime Minister, and the guests. He expressed pride for celebrating the national days in the presence of His Majesty and the appreciation in His Majesty's confidence. He said that there have been many achievements during His Majesty's era and that honoring the distinguished citizens represents an incentive for further development and excellence to raise the kingdom's profile internationally in all fields. Al-Mahmid also expressed pride in the frontline workers who have been inspired by His Majesty's determination to contain the pandemic, led by His Royal Highness the Crown Prince. He concluded by extending thanks and appreciation to His Majesty on behalf of all the honorees and further congratulated His Majesty on the occasion. It is noteworthy that the Prince Salman bin Hamad Medal for Medical Merit was conferred upon 15,811 frontline workers and those with support in various fields, in appreciation for their sacrifice across all phases of the pandemic to protect the health and safety of all. من الكوادر الطبية وقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والعاملين في غرفة العمليات والمتطوعين والجهات المساندة الذين يستلهمون دوما من جلالتكم أيدكم الله العزم والإرادة وتشرفون بأن يكونوا ركنا أصيلا في الجهود الوطنية التي يقودها سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بروح تحب التحدي وتعشق الإنجاز والتي دفعتنا جميعاً لنرقى إلى هذه المسؤولية العظيمة ونتجاوز بها كل التحديات الكبيرة والليالي الطويلة الشاقة التي تهون أمام شرف خدمة هذا الوطن المعطاء معاهدين جلالتكم على بذل الغالي والنفيس من أجل وطننا تحت قيادة جلالتكم الحكيمة مليكنا المفدى تقف كلمات الشكر عاجزة عن وصف مشاعرنا تجاه هذا التكريم العظيم وختاماً أرفع إلى مقام جلالتكم السامي بالإصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع المكرمين أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان مهنئين جلالتكم بهذه المناسبة المباركة عاده الله على جلالتكم سنين عديدة باليمن والبركات حفظكم الله قائداً وبانياً لنهضة الوطن وإدامكم ذخراً للبلاد حفظ الله البحرين بكم وحفظكم للبحرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته By order of His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, the Minister of the Royal Court extended his sincere appreciation and gratitude to the royal family for their congratulations to His Majesty the King on the national holidays in commemoration of the establishment of the modern Bahraini state as an Arab and Muslim state founded by Ahmed al-Fatih in 1783 and the anniversary of His Majesty the King's accession to the throne. The minister also extended thanks to heads and members of all state authorities and constitutional institutions, diplomatic corps, heads and members of municipal councils and private sector companies for their congratulations to His Majesty the King on this occasion. The minister thanked all citizens as well as the heads of national societies, presidents and members of national clubs, sports federations and national events and to the editors-in-chief of local newspapers and various media outlets, and to the residents of the Kingdom of Bahrain. He also extended his appreciation to all those who participated in these national celebrations and expressed their sincere congratulations. His Royal Highness the Crown Prince and Prime Minister Prince Salman bin Hamad Al Khalifa extended thanks and appreciation to His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa for issuing directives to grant the Prince Salman bin Hamad Medical Merit Medal
to 15,811 frontline workers and the various parties that supported them in appreciation for their sacrifice in containing the pandemic of COVID-19 for the health and safety of all. His Royal Highness the Crown Prince directed all concerned authorities to bestow the merit on health caterers, frontline workers, BDF, Interior Ministry, and all supporting government authorities. He affirmed that the Royal Order reflects His Majesty's support to the frontline workers and government authorities and his appreciation for their vital roles in the National March in light of the exceptional global circumstances imposed by the pandemic. His Royal Highness reiterated the determination of Team Bahrain to continue carrying the responsibility to protect the kingdom in various challenges for the Growth and Prosperity March under the leadership of His Majesty the King to continue with the determination of its people. He hailed the achievements and successes made by the people of Bahrain during the pandemic, expressing thanks for the sincere efforts that put in mind the interest of Bahrain and the protection of the health of its people. The representative of His Majesty the King for Humanitarian Work and Youth Affairs, His Highness Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, said that Commemoration Day on December 17th, launched by His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, is a special and patriotic occasion to recall the loyalty and sacrifices of the fallen servicemen from the Bahrain Defense Force, the Ministry of the Interior, and the National Guard. His Highness said Commemoration Day is an internal occasion during which the country celebrates those whose souls illuminated the sky of Bahrain and scented its land with their pure bodies, as they affirmed in an act that represents the highest levels of loyalty that they sacrificed themselves in order to raise the banner of Bahrain and make the kingdom a safe oasis. His Highness added that on this special day, the country remembers those souls who sacrificed themselves while performing their national duty, and the country stands in full respect and appreciation for all Bahrain's fallen servicemen who have made the most selfless sacrifices for the sake of Bahrain since its establishment until today. And let this day continue to be a day of tribute and honor among all generations. His Highness Sheikh Nasser said that the sacrifices of the homeland's fallen servicemen will remain engraved in the memory of the nation and the conscience of the people of Bahrain. The Embassy of Bahrain to Israel held a reception on the occasion of Bahrain's celebration of its national days in commemoration of the establishment of the modern Bahraini state as an Arab and Muslim state founded by Ahmed al-Fatih in 1783 and the anniversary of His Majesty the King's accession to the throne. In the presence of a group of politicians, diplomats and business persons. During the reception, the Ambassador of Bahrain to Israel delivered a speech in which he expressed the utmost congratulations to His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa and His Royal Highness, the Crown Prince and Prime Minister, Prince Salman bin Hamad Al Khalifa. He noted that just as the founder, Ahmed Al-Fatih, changed the course of history in our region more than 200 years ago, our pioneering kingdom is also changing history today thanks to the wise leadership of His Majesty the King and his insightful vision that aims to pave the way towards peace, prosperity, and peaceful coexistence in the region, in addition to building a solid foundation that would change the lives of people in this region. Marking Bahrain's 50th National Day, the Shura Council member, Ms. Nancy Khadouri, expressed happiness and congratulated His Majesty the King, praising the kingdom's achievements under the leadership of His Majesty the King and the Crown Prince and Prime Minister, His Royal Highness, Prince Salman bin Hamad Al Khalifa. This year's National Day celebration is distinctive as Bahrain celebrates its golden jubilee, and I take the opportunity to wish our leadership and nation. As a Bahraini, I feel very proud of the 50 golden years of national achievement in all sectors, and I wish many more prosperous years of continued peaceful coexistence and for further development to reach Economic Vision 2030 under the reform project of His Majesty. And on the occasion of Martyrs' Day, I stand in solidarity with the families of our fallen servicemen and with our nation, recalling their heroic sacrifices in line of duty. And from this commemorative day,
we draw lessons from their services and their sacrifices, and we hail their heroism and pledge continued allegiance to country and king. And on the occasion of Bahrain Police Day, General Sheikh Rashid bin Abdullah Al Khalifa, Minister of the Interior, and his entire team at the Ministry of Interior are thanked wholeheartedly and are much appreciated for remarkably maintaining national security and stability, serving our community, enforcing the law professionally and transparently, boosting the comprehensive development march of His Majesty, and being dedicated to their mission. A number of ambassadors of friendly countries to Bahrain congratulated His Majesty the King on the national days. They highlighted the deep-rooted relations between their countries and Bahrain and the development they witness in all fields. This year marks the 45th anniversary of diplomatic ties between our two countries. But at the same time, I understand Bahrain is celebrating very meaningful anniversaries this year. On behalf of Korean people and Korean government, I would like to extend my heartfelt congratulations to Bahrain on the National Day coming. I believe Bahrain has been a model of coexistence and peace. And under His Majesty's leadership, Bahrain has made strides towards humanity and economic development, or other coexisting values too. I sincerely hope, based on this, our relationship between Republic of Korea and Kingdom of Bahrain will continue to thrive, and also our people can make a big harvest from this friendship and partnership too. On behalf of the Government of India and the Indian community in Bahrain, I convey warm greetings and felicitations to the leadership, government, and the people of friendly Kingdom of Bahrain. This is a special year as India and Bahrain are also celebrating Golden Jubilee of establishment of diplomatic relations. Our bilateral relations, rooted in history and close people-to-people connect over thousands of years, have been further strengthened and diversified in recent years. Over the years, the Kingdom of Bahrain has made tremendous strides in all spheres of economy. The resilience of Bahrain's economy was evident during the COVID-19 pandemic. This, coupled with Kingdom's liberal and tolerant policies and welcoming society, has made it a preferred destination for the Indian community. Kingdom's care of Indian community during the difficult times of COVID-19 pandemic was remarkable. Once again, I joined the Indian community in Bahrain in conveying our best wishes on this momentous occasion to the people of Kingdom of Bahrain. I am glad to convey on behalf of the leadership of Pakistan and on my own behalf our warmest felicitations and best wishes to His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa and His Royal Highness Crown Prince Prime Minister Salman bin Hamad Al Khalifa and the brotherly people of the Kingdom of Bahrain. This year, the Kingdom's National Day celebrations have assumed special significance. The year 2021 marks the 50th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Pakistan and the Kingdom of Bahrain. Together, we are celebrating the strong and enduring friendship and people-to-people contacts spanning over centuries. Pakistan and Bahrain enjoy long-standing ties rooted in shared values, mutual trust, and support. It is very heartening that our fraternal ties have strengthened over the years. Our bilateral relations are on an upward trajectory in diverse fields of cooperation. The Pakistani diaspora in the Kingdom of Bahrain serves as a bridge between the two countries and consider Bahrain as their home. They are loyal, hardworking, and contributing to the socioeconomic development of Bahrain and Pakistan. At this historic milestone, we renew our commitment to work together to strengthen and deepen our mutually beneficial relationship in all times to come. We wish His Majesty and His Royal Highness good health and happiness
and continued progress, prosperity, and peace for the brotherly people of the Kingdom of Bahrain. On behalf of the government and the people of Japan, I'm honored to express my heartfelt congratulations to His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, the King of the Kingdom of Bahrain, His Royal Highness Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, the Crown Prince and Prime Minister, and the people of Bahrain on the occasion of the National Day of Bahrain. This important occasion is an opportunity to recognize some achievements of the Bahraini government and its people with values of coexistence, tolerance, and openness. At the end, we hope to work closely with the government of Bahrain under the wise leadership of His Majesty the King, as well as to working with all Bahraini people to assure a prosperous, secure, and peaceful future for our two countries and for the entire world. We are very grateful to the Bahraini public and private sector for working closely with our embassy and the government of Thailand to promote and expand our cooperation in all areas. The Royal Thai Government and the Royal Thai Embassy in Manama look forward to enhancing our cooperation with the government of Bahrain in order to strengthen our existing close partnership and to explore new potential areas of mutual interest in the post-COVID-19 era. It is my great honor to convey my congratulations and best wishes to His Majesty, the King of Bahrain, and Royal Highness Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, Crown Prince and Prime Minister, and the people of Bahrain on the auspicious occasion of the National Day of the Kingdom of Bahrain. Commemoration Day, which falls on the 17th of December every year, represents a patriotic occasion dear to the hearts to all the people of the Kingdom of Bahrain. Marking this day comes under a royal directive from His Majesty the King to be a national day to celebrate the nation's fallen servicemen as a high honor for what they offered in order to protect the country. The national celebration of Commemoration Day affirms the high status of the fallen servicemen, as well as it's an opportunity to express the interdependence and the appreciation and pride of the Kingdom of Bahrain and its people for these fallen heroes. The Royal Fund for Martyrs of Duty has continued to provide care to the families of martyrs since its establishment pursuant to Royal Decree No. 16 of the year 2016 in order to achieve the noble purpose for which it was established. The Royal Fund for Martyrs of Duty is managed by the Fund's Supreme Body chaired by the Crown Prince and Prime Minister, His Royal Highness Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, where the Fund provides the various needs of the families of the martyrs in appreciation and gratitude for the honorable sacrifices made by the loyal martyrs of duty. Within the framework of the royal directives to provide 40,000 housing units and in implementation of the order of His Highness the Crown Prince and the Prime Minister to distribute 2,000 housing units to citizens, the Ministry of Housing continues to distribute housing units to the beneficiaries of the projects of Khalifa, East Al-Hid and East Sitra cities, coinciding with the Kingdom of Bahrain celebration of its national holidays. The Minister of Housing, Bassem bin Yaqub Al-Hamar, said that the ministry started counting the list of beneficiaries and prepared the procedures for distributing the housing projects, noting that the distribution schedule will continue until the end of this month. The minister added that the government's consistent approach to providing adequate housing and supporting plans for development and housing projects within the economic recovery plan is an incentive for all in the ministry, despite all the challenges the ministry is facing. The Minister of Housing congratulated the beneficiaries of the housing units, stressing that the Ministry of Housing is keen on the citizens' participation in their joys on the occasion of the national holidays. Marking the national holidays celebration, the Ministry of Information continues to organize its daily activities in the Heritage Village in Ras Hayyan in the Southern Governorate. The festival's activities include performances by folk bands and a market that includes various shops and products,
as well as entertainment programs for children. The Heritage Village reflects an important aspect of the development process of the Kingdom of Bahrain related to people and construction.